الاستقامة فرض على كل مسلم، يجب أن يستقيم على الحق ويثبت عليه ويحافظ عليه، هذا واجب على كل مسلم مسلم أن يستقيم ولا ينحرف، بل يثبت على الحق بفعل الفرائض وترك المحارم. هذه هي الاستقامة، معناها الثبات على الحق والبقاء عليه، يحب فيه ويبغض فيه ويوالي فيه ويعادي فيه حتى الموت. قال تعالى فاستقم كما أمرت. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاؤهم على الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. المؤمن يلزمه أن يستقيم على الحق وأن يثبت عليه وأن يستغفر الله من ذنوبه ويتوب إليه من سيئاته، لأنه خطأ، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، فلا ينبغي له التشاغل عن ما أوجب الله عليه أو الإعراض أو التساهم بأمر يضره، بل يجب أن يكون محافظا مستقيما ثابتا على الحق، يؤدي الواجب ويحذر المحرم ويسأل ربه التوفيق والإعانة. فكم من غافل ندم غاية الندامة بسبب وقوعه فيما حرم الله وانحرافه عن طريق الصواب، لكن مع الملاحظة والعناية والحذر من التساهل يوفق العبد، ومن يتق الله يجعل له مخرج. فإذا أمر الله قلبه بالخوف والحذر والمجاهدة للنفس في أداء الحق وترك ما نهى الله عنه هدي إلى السبيل. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه حاجة غيره. قال